نحن قبل 10 سنوات و20 سنة كنا بخير، فالجار كان يصفو على الجار، والصاحب كان يعرف صاحبه، والقريب ما كان يغدر قريبه. أما اليوم ففرقتنا المواقع الاجتماعية، فرقتنا المواقع الاجتماعية، أصبح رد السلام على الفيسبوك، وأصبحت الضيافة على الفيسبوك، وأصبحت أرحامنا التي أصلا نحن لا نعرفها إذا أردنا أن نصلها نصلها على الفيسبوك. كنا جيران، كنا أحباب، كان الحي كلنا يجمعنا على قلب رجل واحد. أما اليوم فالغش والغدر والحقد والغيبة والنميمة. على ماذا تحتفلون على مرور الأيام؟ كنا بخير، كنا بخير لما كانت الأيام فيها